لقائنا الحين مع الفنان الكبير فنان العرب محمد عبده. طبعا حياك الله معنا في تلفزيون الراي ونورت ويعطيك الف عافية. اهلا بالراي الجميلة الشابة المتطورة. احب دائما اشوف برامجها واحب اشوف دائما البرامج الجميلة المتنوعة. هذا تاج على راسنا أكيد. الحمد لله على سلامتك كونك توك وصلت. وأنا بسألك سؤال، كونك لك عمر شاركت في مهرجانات عديدة ولكن لابد أن شعورك دائما يتجدد معك، فشنو شعورك الليلة في هذا المهرجان الجميل؟ شعوري الليلة غريب. نحن طبعا الليلة الاستقبال كان غير متوقع، بحيث استقبلت بزفة ذكروني بزفتي وأنا عريس. وطبعا هذا الشعور يحتمل السعادة ويحتمل أشياء كثيرة من المزيج ما بين الماضي الجميل والماضي الأجمل. في لما طافت في مهرجاننا بهلا فبراير قدم دويتو مع أصالة، هل راح نشوفك اليوم تقدم دويتو مع أنغام؟ الدويتو اللي كان مع أصالة غير مخطط له، وأنا أحب المفاجآت والجمهور أيضا يحب المفاجآت، وإذا حصلت مفاجآت جميلة رحب. معروف عنك أنك تدعم الفنانين الشباب، وبدلالة أني غنيت آخر شيء دويتو اللي يجمعك مع شمس، إذا طلبت منك تغني معي راح تغني معي؟ شمس معك؟ معي أنا طبعا. لا انا سؤالي عن الفنانين الشباب اكيد، يعني اي فنان ممكن يطلب منك على طول راح ترحب فيه؟ طبعا ليش لا؟ ليه لا؟ طالما فنان صوته جميل ليش لا؟ وشنو هي المفاجأة اللي اليوم راح تعطيها او الهدية اللي راح تعطيها اليوم حق الشعب اللي ناطرك والجمهور اللي ناطرك في الدوحة؟ اللي يحبوه، يعني كل الاشياء الجميله اللي يطلبوها نلبيها ان شاء الله. ان شاء الله احنا نتمنى لك التوفيق وراح نكون اكيد بانتظارك. شكرا لك على وقتك ويعطيك الف عافيه. الله يعافيك، شكرا.